بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي دكتور علي صبحي، قادم من ليبيا. سمعت على الاي ستار في اسطنبول عن طريق الانترنت، وحبيت أن أجي على هنا وأفحص نظري. كان عندي طبعا طول نظر، خضعت لعملية جراحية ليزرية والحمد لله تكلت بالشفاء والنتائج كانت ممتازة جدا جدا. شكرا جزيلا الله يستر، شكرا كثير كثير بصراحة، النتيجة كانت مدهشة جدا جدا، ألف شكر.